أهلا وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب. معكم الفنان توفيق الذهبي في البرنامج التعليمي للأورج بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فأتمنى منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير بارتاج لتدعمونا أكثر وأكثر. اليوم ارتئينا أن نديروا أغنية بطلب من بعض الأعذار، أغنية ما ظنيتش نتفارقوا للمرحوم الشاب حسني. هي أغنية بسيطة سهلة، يعني ما فيهاش كثير، يعني كنتمنى أنكم تستفدوا منها إن شاء الله. أغنية ما ظنيتش نتفارقوا للمرحوم الشاب حسني هي في مقام حجاز على الله. حجاز على الله اللي كيبدا من الله، من هنا والحجاز على الله فيه السي بيمول والدو دياز، في السي بيمول والدو دياز. غناخدو ايقاع سي سويت سنتيمونتال على سرعة 94 ثم نبداو الموسيقى. كما لاحظنا يعني كنبداو بالسولو، يعني على حسب الكلام، يعني الموسيقى هي مثلها مثل الكلام، حتى السولو بحالو بحال الكلام. ما ظنيتش نتفارقوا من بعد عشرتنا يا اختي والفتات، وانتي يا والفتيني عديت معاك داري صغار يلي نسيتينا، ومعاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني. ما ظنيتش نتفارقوا من بعد عشرتنا يا اختي والفتات، وانتي يا والفتيني عديت معاك دراري صغار ياللي نسيتينا، ومعاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني. اليوم احنا عايشين غدوة يقولوا متنا، يا رب استجب دعوتي وعليها نسيني. اليوم احنا عايشين غدوة يقولوا متنا، يا رب استجب دعوتي وعليها نسيني. ما ظنيتش نتفارقوا من بعد عشرتنا يا اختي والفتات، وانتي يا والفتيني عديت معاك دراري صغار ياللي نسيتينا، ومعاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني. فكما لاحظنا هي أغنية بسيطة، يعني في المضمون ديالها كامل بسيط، هي حجاز على الله كتبقى تلعب بهذا الشكل، يعني هذا العزف تقريبي، لأن كل واحد كيفاش تعزف الطريقة ديالها. المهم هي مثل الغناء مثل عزف الصولوات، يعني كل واحد تعزفها بالبراعة ديالو. فانا حاولت نديرها مبسطه، فكنتمنى انكم تستفدوا.